كان عمري 19 سنة من رحنا على الشيخ، فمن سوى جلسات وشي قال انه انت متزوجة جن، وهذا الجن يعني عندك اولاد من عنده، ونفس هاي الوقت 19 سنة اي 19 سنة ونفس الوقت قال انت عندك اولاد منه ومتركز بمنطقة الرحم والمعدة. الجن 19 سنة الجن العاشق عادة، وهي حالات تصير عند كثير من النساء، اغلب النساء لفترة المراهقة او فترة، وممكن النساء اللي خلينا نقول يعني يمكن مطلقات، يعني النساء اللي رغبة جسدية او رغبة الى الحالة الزوجية، يكون الدماغ مفتوح الى تقبل هذه الطاقات، خلينا نقول بين قوسين تفسح مجال الجن العاشق بالدخول. لكن الجن العاشق حتى نتأكد من عنده لازم يكون هناك ممارسة جنسية، فهذا هو السؤال المطروح. إذا ماكو ممارسة جنسية هذا ليس جن عاشق. طبعا هذه الفتاة هي اللي تعرف كل شيء. نسرين، هل كان هنالك أو تشعرين بوجود ممارسة جنسية بهذا الموضوع يعني مع الجن؟ لا أبدا، ما كان هيك شيء. شلون لعد قبل شوية فسرت بالموضوع بأنه كنت حامل أو هيك شيء؟ اي نعم، هذا يعني ادعاء اقوالهم هم، هيك قالوا لي انا يعني ما اعرف منو بالضبط، يعني اي جهه من يعني خلينا نقول الشيخ يعني اللي رحت له اني وعزم علي وقال لي انه جسمه هذا قسم وهيك واحكي وهذا على من يطلع من عندك. بعدين هو هم يعني انطاني مي وانطاني اوراق وانطاني هذا سبحي وهذا خميس وهذا ثنيان وشي، بس صدقني انه انا شو اقول لك، خلاص تركته انه قعدت بالبيت يعني تعايشت ويا الوضع كلش يعني ريلاكس صرت. حاليا اكو مشاكل عندك يعني تحسين بمشكله لو متعايشه ويا الوضع او خلص؟ متعايشه ويا الوضع خلاص يعني ما يهمني بعد هذا الشيء. لو اتيح اليوم عندنا دكتور وعندنا روحاني، لو اتيح لك العلاج تتوجهين للعلاج الى من؟ حتى اكون صريحه، بعد ما تعالج ولا اروح ولا ابد. ليش؟ خلاص الموضوع هو تعايشت وياه صار طبيعي. اذا انت راغبه بالموضوع، يعني انت راغبه بالقصه، عجبك الموضوع بهالطريقه؟ اي هذا انا عجبني، مو يوم ويومين يعني صار سنين هذا الشيء، فصار طبيعي بالنسبه لي. تستخدمين هذا اللي تتحدثين عنه بوجود الجن بحياتك، تستخدميه لامور خاصه بيك يعني يساعدك بشيء؟ اي مرات انه هو يوقف يعني يقول وياي، يعني شلون واحد من ينبهني هذا الشيء لسويه، هذا الشيء سويه، يعني انه احس واحد يقول لي روحي بهذا الطريق او لا تروحين بهذا الطريق، هالشكل عادي انه احس انه احد بالبيت، احد يمي بالغرفه، احد يعني يوجهني. أي. ما تخافين يعني ما صار عندك رهبه او خوف من هذا الموضوع؟ اكيد بالبدايه طبعا، يعني من كنت خلينا نقول بعمر ال 15 لحد ما رحت يعني عالجت وشي، طبعا بديت اخاف، ويعني لانه هو اول مره دا اشوف هالامور يعني صعبه علي. تشوفين هذا الجن؟ تشوفيه انت يعني بعينك تشوفين؟ يعني قلت لك انه شخص هو يعني هيئه انسان خلينا نقول، بس ما واضح يعني الملامح، ما اشوفه شنو هو زين، بس مره انه شلون على شكل حيوان يعني شفت على شكل حيوان، يعني وجهه غريب يعني شلون خلينا نقول قط او فتيتشي، ومباشرة تتغير يعني. يكلمك يحكي وياك تسمعين صوته؟ دندنة يعني خفيفة. تفهمين عليه؟ يعني تفهمين يعني عليه من يحكي وياك؟ هو مو كلام واضح، بس يعني مو قلت لك انا متعايشة وياه، يعني اعرف يعني حتى لو انه مر من يمي خلينا نقول فعادي يعني اعرف شو يريد، يعني مو مخبله حتى انه يصير عندي او شيء، بالعكس عادي يعني انا هسه طالبه وشي عادي، الامور كلها ماشيه طبيعيه، يعني اذا انا عندي تخيلات وشي فاني يعني خلينا نقول بالجامعه وشي حينهزمون من عندي اكيد، لانه انا راح يقولون هاي مجنونه او هاي عندها حاله نفسيه، بالعكس انا هاي ليش ما استمريتي بالعلاج من الطبيب النفسي؟ ليش ما كان ممكن يكون هنالك نتيجه يعني ليش؟ مو انا سنتين استاذ، انا سنتين اخذ العلاج يعني ما شفت عليه تحسن، يعني انه هسه خلي واحد يزكم ياخذ علاج خلينا نقول هي مثلا زكام حضانه مثلا الفيروس ويروح، اما انا يعني مشكلتي مشكله. الجن اللي دا تتحدثين عن وجوده في حياتك موجود وياك هسه الان في هذه اللحظه؟ لا وينكو ماكو ما موجود وياك؟ اكيد لا حاليا ما موجود. شو وقت الاوقات اللي يكون موجود بها، وهل يعني تستطيعين انه تستدعيه وقت ما انت تريدين؟ لا مو استدعي، بس
اني اكون انا وحدي او شيء، انه هو يكون موجود. ومرات يعني صدق شيء يجي براسي يحكي براسي، بس طبعا الاساتذه دائما يقولون هاي توهمات او خيالات او اضطراب نفسي او شيء من بعد الصدمه. لا اكيد انا تجاوزت الصدمه ويعني فات عليها وقت كثير. يعني هيك الموضوع. دكتور